حارس علي فضل عباس، وهنا صفرة حكم المباراة الحكم الدولي بسام أحمد المقدشي، والذي يعلن عن بدء مباراة هذه الجولة الخامسة والمباراة الأخيرة في هذه المجموعة طبعا لحساب الجولة الخامسة. إذن تتواجد تنتج هذا الجيل من اللاعبين أبا عن جد، سواء كانوا في ملاعب كرة القدم أو عرضية عكسية. موت ضد اتحاد إب لحساب الجولة الخامسة من منافسة الدوري العام اليمني لكرة القدم، وتوفيق الخضر خطيرة، أول أهداف الله ممتازة من علي عبس، ممتاز. خطيرة للاتحاد، هناك راية وتسلل، راية 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 وتسلل لإبراهيم من يلعب الخطأ من التسلل على طول في منتصف الملعب، باحفص رأسية إلى محمد فوزي، مقطوعة من أمام فوزي إلى علاء الصهبان، حلوة الفكرة. والذي يلعب هذا الموسم مع نادي التضامن المكلا إلى اليزيدي، ممتازة لزيدان، زيدان ناحية اليسار، زيدان 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 نبيل مكرم يحاول يتلاعب بأبلان عكسية داخل منطقة الجزاء بعرض الملعب إلى خارج الملعب، محمود اليزيدي إلى بحفص ناحية اليسار، سوف الكرة من اليمين إلى الوسط إلى اليسار إلى بحفص إلى اليزيدي مرة أخرى إلى محمد فوزي، تمريرات بينية طويلة وقصيرة للاعب التضامن لإيجاد ثقرة، لمسة يد 99 عصام أبلان، واليوم نشاهد ناجي أبلان وقبله أيضا ناجي أبلان لاعب الوسط، أسرة رياضية في نادي الاتحاد الإبي، وعكسية يسارية من زيدان داخل منطقة جزاء، وصافرة الحكم بسام المقدشي تعلن نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي أداء ونتيجة بين فريقي التضامن حضرموت واتحاد إب بدون أهداف. إذن لتضامن حضرموت، حلمي بحفص إلى ممدوح، ممدوح على حافة منطقة الجزاء، الله الله الله، يا سلام، الجناح الأيمن والجناح الأيسر للاتحاد، أرضية لازالت مع بقشان، ينطلق ينطلق بقشان، يا سلام باليسار إلى يوسف، يوسف سلطان إلى توفيق الخضار داخل منطقة الجزاء، أقرب لها الحارس، تعود إلى اليزيدي إلى ممدوح بن عجاج، يا سلام إلى محمد فوزي إلى وضاح العامري ناحية اليمين، وضاح خطير لاعب خطير، يا سلام، الله 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 الله، حلوة 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 حلوة، بحاج 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 يسجل الهدف الأول للتضامن الحضرمي، كرة جميلة، كرة حلوة منقولة من اليمين إلى العمق الدفاعي، عرضية عكسية، يا سلام، والضاح العامري يرسل كرة إلى حجاج، وحجاج هيئها إلى بحاج القادم من الخلف يلعبها على طول في سقف المرمى، هدفا أول للأزرق الحضرمي. شوف الإعادة، شوف اللعبة من البداية، شوف التركيز على الجهة اليسرى لاتحاد إب والجناح الأيمن التضامن، شوف هذا اللعيب، هذا محمد فوزي لاعب والله لاعب جميل، إلى بحاج وممدوح حجاج، نركز ونتابع محمد فوزي باحميد اللاعب رقم 15 في منتصف الملعب الاتحادية، ما فيهاش حاجة، عماد رزق يكسر التسلل ويتوغل ويحاول يعدي داخل منطقة الجزاء، هل نشاهد هدف تعادل؟ الخضار يهيئها لعبد الوهاب محمود، لا زالت اتحادية خطيرة داخل منطقة الجزاء، توفيق الخضر إلى عماد، عماد يعكسها، وال الكرة الفرصة الأخيرة كانت ممتازة، لعبت ضربة المرمى تعدي منتصف الملعب، ملعوبة للتضامن على ممدوح عجاج، ممدوح يلعبها، لا 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 يا عبد العزيز يا خميس، منتصف الملعب الاتحادية وخروج اللاعب الكبير ولاعب الخبرة وكابتن الاتحاد محمد بقشان، أول لمسة الحداد أو الحداد على طول أمامية عكسية، تمريرة من تغيير رابع لعادل التام
مدرب التضامن حضرموت ورأسية عالية خطيرة تتخلص من دفاعات التضامن، تعود مرة أخرى للاتحاد على طول. دقائق مثيرة قادمة سريعة لممدوح بن عجاج، خطيرة للتضامن لا زالت ممتازة من المدافع الاتحادي إبراهيم حمنن، يخلص الكرة بشكل ممتاز لا زالت للتضامن. تضامن المكلا، لو استمرت النتيجة بفوز التضامن سيكون أول فوز للتضامن، 3 نقاط العروبة، 3 نقاط. يا سلام يا زيدان، يعدي مر بشكل ممتاز على طريقة زيدان الفرنسي، زيدان يمر يعدي يتوقل يلعب يعكس، ولكن